أختي إن شاء الله تكونوا كامل بخير. كانت لنا زيارة اليوم إلى أكاديمية المرحوم توفيق رحمة الله عليه سويعات قبل انطلاق امتحان شهادة البكالوريا، لنسمع كلمة شيخنا الفاضل الشيخ بوسويسي وبعض الطلبة من مدينة شلالة العذاب. تفضل شيخنا الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ها نحن في نهاية المشوار بإذن الله تعالى، غدا طلابنا الكرام على أبواب امتحان شهادة البكالوريا. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يوفق جميع الطلبة الكرام لما يحبه ويرضى. آمين آمين. شيخنا الفاضل، كلمة إلى كل طلبة المقبلين غدا إن شاء الله على امتحان شهادة البكالوريا. أولا فقط نريد أن نذكر أنه امتحان كباقي الامتحانات، هو فقط امتحان على مستوى آخر، لأنه في مركز آخر، في حراس جدد، في مواضيع جديدة، في مواضيع ربما قد يبدو للبعض على أنها امتحان صعب وامتحان يصعب التعامل معه، ولكن هي على العكس تماما، امتحان كباقي الامتحانات، ربما قد يكون أسهل من الامتحانات الفصلية بإذن الله تعالى. كما ننوه على ضرورة أن يكون الطالب على ثقة من نفسه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المواضيع لن تخرج عن الإطار ما هو معمول به في منهاج الدراسي، ونسأل الله التوفيق والسداد والثبات. آمين يا رب العالمين. ومن هذا المنبر نشكر كل أساتذتنا الأفاضل على مجهوداتهم المبذولة طيلة الموسم الدراسي. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. خويا العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نحن اليوم النهار هذا كنا نستناه فيه ويا ريت ما جاش، آخر نهار مع الشيخ ربي يحفظه ما بقاش يلمنا، وإن شاء الله ربي يوفقنا لما فيه خير. كما يقول لك باك هذا ماشي نهاية العالم، اللي جابوا بصحته اللي ما جابوش هاهم راح تخرج ان شاء الله، ربي يوفقنا لما فيه خير ان شاء الله، ربي يحفظنا الشيخ ما بقاش علينا ان شاء الله. شكرا خويا العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. ايها الاخوه الكرام، نقولكم بالتوفيق للجميع ان شاء الله. هذا امتحان كما قال الشيخ، امتحان كباقي الامتحانات، يعني هي امتحان عادي ما كاش صعوبه ولا، اللي قرا يدي واللي ما قراش يدي، هذه هي. وان شاء الله التوفيق والسداد لجميع الطلاب. هذا كما قال خويا سفيان، يوم محزن، تعرفنا على خاوه وتعرفنا على الاستاذ، ما شاء الله نعم الاستاذ، ما شاء الله. نسأل الله التوفيق ان شاء الله، ربي يبارك فيه، بذل كل مجهودات يعود، وربي يوفقه ان شاء الله، وربي يعطيه ما يتمنى. امين. والله بشرى ساره على وجوه الطلبه بمدينه شلاله العذاوره. مره ثانيه بارك الله فيك شيخنا الفاضل على كل مجهوداتك المبذوله انت وجميع الزملاء. فقط ننوه من هذا المنبر ان هنالك ان شاء الله هديه معتبره من طرف نادي مازالت امتي بخير لصاحب اكبر معلم هذه السنه بمدينه شلاله العذاوره في الطورين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طوريس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.